السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بنات، مرة ثانية رجعت لكم. طبعا ما كان عندي أصور، بس هواي قال لي بنات صديقاتي صوري لنا طريقة البلر اللي أنا أسويه. طريقتي يمكن بدون وصفة، بس هنا أنا خليت بيضة وتقريبا 100 غرام زبدة وقلاص ونص حليب وربع قلاص سكر وذرة ملح وخمرة فورية، خاشوقة خمرة فورية، وراح ابدي اعجن بيهم يعني. هسه اتركهم شوي وبرجع اعجنهم بايدي. يعني هنا أنا طبعا هنا أنا عجنت نص عجن، وراح اتركه شوي يرتاح وارجع ابدي اعجن بيه بايدي يعني مدة 10 دقائق. شوفوا يا بنات العجينة، ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا شلون تافخة. طلع منها الهواء، هسه راح اجيبها وامتها على السنك. طبعا مسحته وعقمته، هسه راح اخلي شويه زيت، راح افرخها هنا. ما راح اسوي شيء، بس امتها على طول، مساحة يعني أكبر مساحة تاخذ، وأكون مجهزة الزبدة والشكر والدارسين، أكون مجهزتهم. هاي بعد ما مديتها أكون محضرة الزبدة. هاي هنا حضرت الزبدة وعندي هنا الدارسين، حضيفة عليها الدارسين وشكر. اضيف بعد طبعا كمية، لان عجينة هواية راح اضيف بعد. هنا نضفت بعد هاي سيحة الزبدة هاي، لان عجينة كل شيء هواي ما شاء الله، فاضفت لها بعد دارسين شكر وزبدة، ممكن يصير مثل الصوص يعني. هيك ان شاء الله يكفي هذا. وفرشه، راح افرشه على العجينه. هسه شو نقول؟ بسم الله، نفرش الكميه وان شاء الله تكفي وما نحتاج بعد. نبدي نمشيها بدينا، وإذا احتاجينا بعد نسوي بعد، على ما تطلع يعني الكمية يكون هيك تكفي يعني مدللة دلال بالحشوة والصوص. راح أفرش هاي الكمية كلها على العجينة. هسه بعد ما فرشت طبعا بقى عندي بيتشي، راح أجوز أخلي بيها هيل، أبدي أطوي بالعجينة. شلون هبدي اطويها. هاي هنا راح اقصها واخلي ذاك القسم اسويه بالهيل او بشي ثاني. طبعا هنا مديت العجينة قبل لا اقطعها، والسكين حضرت هنا هاي السكر خاص مال بلر. هنا خفقت البيضة والحليب وشوية هيل، اجهزهم. هنا اكون مجهزة صينيتي وحاطة بها ورقة زبدة، اعطيها بخة زيت. طبعا يا بنات ما اقدر اصور واشتغل، بس راح اراويكم. هقطعهم بهالسماكة هاي، شوفوا شلون صار شكلها. اخليها بالبيض، اخليها بالسكر، حطها بالصينية. هاي شيلها، حطها بالبيض، حطها بالسكر، وأرصها بالصينية، وأكرر الحركة هاي كلها بنفس
الطريقة. طبعا زاد عندي هاي شوية عجينة راح اسويها بالهيل وتكون اخف. هنا نكرر العملية، نخلي شوية شكر، نخليه مسحوق الهيل او الهيل مطحون، وكل ما يكون الهيل فريش ينطحن يعني في نفس اللحظة يكون اطيب. بس انا هذا المتوفر عندي. هنا اخلط الزبدة والهيل والشكر. طبعا يا بنات هنا اخليها فوق العجينة ونفس العملية يعني اللي سويتها، مي الهيل هي قصدي الدارسين اسويها هسه نفس الشي، ادهن العجينة بالهيل والزبدة والسكر الشكر نفس الشي. بنات نفس الطريقة راح اطويها، بس راح اخليها اشكلها بطريقة ثانية واحطها بالصينية. طبعا هاي راح اسويها بطريقة ثانية، راح اقطعها من النص، ما اقدر اصور. طبعا هاي العجينة زادت، سويتها خصل، حطيت بداخلها هيل، هاي هنا انا حطيت بداخلها مربى فراولة، وراح اتركها تختمر. نفس الشي راح اخلي عليها هذا السكر، واتركها تختمر وبعدين ادخلها الفرن. هاي هنا بعد ما تركته بالفرن شوية وطافي، شو ما اشوف شلون اختمر، بس راح ادخله بالفرن. كمية الصواني بقت بسمات الهيل، هسه اطلعها من الفرن، قسم راح اعوفه قسم راح اخليه بالفريز. هسه هذولي راح اجمدهم بالمجمدة، وهذولي راح اغطيهم واخليهم في البايركس، هاي اللي بيها هيل وهمين اخليه هنا. الريحة مو طبيعية، واني بعد مسكت صيام فما راح اقدر اكل من عندها اذا الله طال عمر منا الفطور باكر. شوف شلون دايبه 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 زبد، والعجينه خيوط. هاي هنا حقبها واتركه، وهذا راح ادخله بالمجمده. شوفوا يا بنات، شوف الترافه والريحه تخبل. هاي كله راح اللي بالعلبة أخذنا هنا، هاي صينية شوفوا ما شاء الله كمية كلش وفيرة والحمد لله. هاي مالت الهيل اللي قلت لكم عليها، سويتها خيوط وضفرتها، والريحة ترست البيت، ريحة الهيل ترست البيت.